بسم الله الرحمن الرحيم. حالة تيمباني ودي موجودة في الساحل الشمالي في منطقة الشمامة، تمام. الحالة دي طبعا البقرة دي فريزيان، واكيد كلت برسيم عليه ندى او برسيم طري، فده الحاجات اللي هي فيها مية دي بتعمل رغوة في الكرش، بتعمل رغوة في الكرش، بتسد فتحة الكرش، والحيوان ما يتجشأش ولا يخرج الهواء، فبيحصل النفاخ. التيمباني نوعين، فيه ريكارنت تيمباني وكونتينوسيه تيمباني. الريكارنت تيمباني دي بتبقى في التروماتيك بيريكاردايتس، لما يبقى الحيوان بالع مسامير او سلوك، تمام، او حاجه هارد موجوده في الريتيكولم او في الطاقيه، فبتعمل ايه الريكارنت تيمباني. الكونتينوس تيمباني او النفاخ المستمر بيحصل في حاجتين، في الفيجاس انديجيشن وفي الدافراماتيك هيرنيا. طبعا في الفيجاس انديجيشن بيحصل ان العصب بالحائر اللي هو الفيجاس نيرف بيضربه حاجة هارد، فبيختل توازن حركة الكرش، اما بالسرعة، سرعة حركة الكرش او وقف حركة الكرش. في ناس بتقولك ما ينفعش في الفيجاس انديجيشن غير ليه الرومونوتومي او فتح الكرش، تمام. اما الديافراماتيك هيرنيا معناه ان حصل هيرنيا في الديافرام والروتيكولوم دخل من البطن على الصدر، فبيعمل كونتينوس تيمباني، تمام، وده برضو بيبقى نتيجة تروماتيك بيريكارديتس، تمام. يبقى الكونتينوس تيمباني ده بيبقى فين؟ في الفيجاس انديجيشن وفي الديافراماتيك هيرنيا. اما الريكارنت تيمباني او النفاخ الغير مستمر اللي بيروح ويجي بيبقى في التروماتيك بيريكارديتس. طبعا بندي في الحالة دي حاجات انتي فومينج، يعني في رغوة على الرومونو السفوجيال اوبننج، بيبقى في رغوة زي الصابون بتسد فتحة الكرش ان الحيوان ما يقدرش يطلع الهواء. طيب ايه اللي انتي فومينج؟ انتي فومينج اللي هي الاويلز، اول ما بتخش على الرغوة بتطفيها، تمام. طبعا هندخل الاستومك تيوب وهندي الحيوان زيت، حتى لو زيت اكل، زيت برافين، ممكن حاجات زي الديميسكون، بلوتريل، موف انتي بلوت، اي حاجه هتنفع معانا. لا وريني كده، بندخل الاستومك تيوب، تمام، شايفين الهواء ابتدى يطلع. هات الزيت، شايفين الهواء، سامع الهواء، حط حاجة. الحاج ضي صاحب الحيوان بيحط الزيت على مهل، بنحط الزيت في الاستومك تيوب عشان الحيوان ما يشنكش، بيدخل على الكرش على طول. طبعا الزيت قلنا انتي فومينج، يعني مضاد للنفاخ. افتح بس ولا انت؟ لا انت شغلت. حطينا الزيت، تمام، بالاستومك تيوب، بننتظر شويه لغايه الزيت ما ينزل فيه الكرش. طبعا زي ما احنا شايفين الهواء طلع، والزيت انتي فومنج يعني مضاد للرغوة اللي هي موجودة في الكرش. احنا حاليا يعني ضيوف في الساحل هنا، ودول اجيراننا الحاج ضاي، احسن ناس والله، صور للمجموعة كلها. شرفنا الدكتور النهاردة ان شاء الله بزيارته الحلوة دي،
وربنا ما يحرمنا منه ان شاء الله باذن الله. شرفنا الدكتور واسعدنا جارنا. ربنا يصلح حالكم. ربنا يصلح حالكم. طلعنا الخرطوم بنطلع واحده واحده. واشكركم دكتور محمود حماد المنياوي، احنا في الساحل الشمالي امام القرى السياحيه. واشكركم وصوروا حكم احتز برضو هذه.